السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الابتدائي. معنا اليوم مع درس جديد من مادة الدراسات الاجتماعية والمواطنة الوحدة التاسعة الدرس السادس عشر بعنوان الأسرة. في البداية عرض أهم أفكار الدرس: تكوين الأسرة وأهمية الأسرة. الأسرة، الأسرة أساس المجتمع وتتكون من أب وأم وأولاد، ويتكون المجتمع من عدة أسر. لكل فرد في الأسرة طموحات في المستقبل، كل فرد في الأسرة لديه صفات خاصة تميزه عن الآخرين، لكل فرد في الأسرة قدرات وإمكانيات. المدرسة تشبه الأسرة، نعتني بالآخرين، نلعب معا، نتعلم معا، نتبع النظام، نقوم بالواجبات. حقوق الطلبة، هو ما يستحق الطلبة في حياتهم. مثال: يحق لطلبة المدارس تناول وجبة غذائية صحية في أثناء اليوم الدراسي في وقت الفسحة. المسؤولية، واجب أو عمل يلتزم به الفرد أو المجتمع تنفيذه. مثال: بعد تناول أحمد وجبة طعام يتحمل مسؤولية رمي المخلفات في سلة المهملات. وإلى هنا يكون انتهى درس اليوم. أمني من الله أن نلتقي على خير في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.